عندما تتحدث النزاهة وتؤكد أن مبالغ سرقة القرن غير معلومة حتى الآن، هذه السرقة التي مضى عليها قرابة العامين، ماذا نفهم من هذا التصريح وماذا يعكس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، تحية لكما ولجميع المشاهدين الكرام، حياك الله. وشكرا أيضا على فتح هذا الملف. يعني بداية، الإنصاف يقتضي أن نشيد بجهود هيئة النزاهة وبرئيسها القاضي حيدر حنون على هذا الحزم والعزم والإقدام في مكافحة الفساد وفي السعي لاسترداد أموال العراق المنهوبة، في خصوصا في ما عرف بسرقة القرن، وهي بالفعل سرقة غير مسبوقة في تاريخ العراق والمنطقة. ربما أموال هائلة تكفي لتعمير بلدان وليس بلد واحد، وحقيقة تفاصيلها والأموال المذكورة حتى الآن رغم أنها هي أقل مما الأمر في الواقع كما يقول بعض الخبراء، حقيقة هي أغرب، يعني حقائق أغرب من الخيال إذا جاز التعبير. وأنا يعني شخصيا أخشى، أصبحت أخشى سواء على السيد القاضي حيدر حنون او حتى على رئيس الوزراء وعلى كل من يتابع هذا الغد، اخشى عليهم حقيقه، لانه هذا الملف واضح انه يتعلق كما اشرتم في تقريركم بمافيات. يعني هذا مو موضوع اختلاس موظف او مسؤول كبير بالدوله اختلس ماله وتم القبض عليها وتم ملاحقته مثلا، هذه مافيات متنفذه في مؤسسات الدوله، لها نفوذ ربما حتى سياسي، طبعا لها امبراطوريات ماليه، ربما لها ايضا تشكيلات يعني مسلحه، ارتباطات بالخارج. يعني هذه، يعني لانه هذه الاموال حقيقه مو بسيطه، يعني لا يمكن لموظف ان يقدم على سرقه تريليون مثلا دينار او شيء من هذا القبيل، لابد ان تكون لهم امتدادات، لابد ان تكون لهم شبكات، فالموضوع حقيقه معقد وخطير جدا، يعني خطير جدا. ولهذا بالفعل انا اخشى عليهم، يعني المشرفين او الذين يتولون التحقيق في هذا الامر، وبنفس الوقت نحيي شجاعتهم ونطلب من كل القوى الوطنيه الخيره من ابناء انه يدعموا هذا الجهود، يدعموا هيئه النزاهه في هذا الجهود، حتى من الاعلام. ولهذا انا شكرت يعني قناه التغيير الغراء على فتح هذا الملف، ولانه ملف هذا وطني بامتياز، هذا يهم يعني مصالح البلد، هذا يعني هذه مو فقط سرقه اموال، هذا امتصاص لخيرات البلد، لدماء الناس، يعني موضوع مو بسيط. يعني هذه التريليونات، يعني هذه نتاج خيرات بلد لسنوات طويله، هكذا يعني في رمشه عين هكذا تختفي ويسرقها هؤلاء هذه المافيات